اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك فضيلة الشيخ ابراهيم، نعم اللهم صل على النبي، الرؤيا دي حلمها اللي شافها ابني تمام. محمد، بيقول اللهم صل على النبي ان انا كنت في السوق انا ومحمد ابني، تمام وبعدين بنشتري يعني طعام وكده، فاحنا ماشيين كده بالصدفه تلاقي بابا برضو بيجيب اكل، فساله قال له انت يعني تجيب اكل يعني، قال احنا ان هو بيجيب برضو اكل لينا تمام طعام يعني لينا في السوق، وبعدين طلب من بابا قال له انا عايز موز، ففي نعم في كرتونه موز على العربيه حلوه، تمام وموز تحت على الارض قدام العربيه مش حلو، فالمهم فيه واقفه وكده وكده، فالمهم زعق فيه وقعد يقول له انا اجيب لك منين انا معيش فلوس، قال له يا بابا انا عايز موز، قال له معيش فلوس مفيش، فالمهم بيبص كده تلاقى باباه واقف تحت شجره، فمحمد ابني بيبص كده تلاقيه مطلع اللي هو البوك الجزلان اللي هو بتاع انا بقى ده عندي من سنين قديم بقاله سنين يعني ولسه بقاله سنين طويله عندي، فالمهم تلاقيه ملان فلوس كتير وحطه في جيبه يا بابا تحت شجره، فالمهم محمد ببص كده، فبابا لما عرف ان محمد ابني شافه وهو معاه الفلوس الجزلان بتاعه وفيه فلوس كتير بزعق فيه ويقول له مفيش معايا فلوس، فالمهم راح جايب سكينه وضرب ابني بها، فبقول انا اغمى عليا ما حسيتش بنفسي، فتلاقي راجل جاي من بعيد في الشارع كده من ورا بابا وراح ضارب بابا، فهو ما خدته بقى بقول بقى عن فتحت عينيا لقيت متقلب البيت بقى عندي، ده الرؤية. هو محمد سنه كام سنة؟ محمد 21 سنة. هو حظ محمد للأسف الشديد إن حظه في الحياة قليل جدا. ما هو محمد كان ظروف خاصة كده، كان يقف هو يعني يعني المصير مش بتسيبه يعني بعيد عنك يعني على طول كده. لا أقول آخر كلمة، آخر كلمة ما سمعتهاش أنا. يعني اللي بيبقى كويس في أمانة الله بيجوله مصير في أي حاجة، تمام. يتخبط يقع ما انا حوادث كده على ما طول. اقول لك انا ما اعرفش الامور اللي هحكيها واللي انت هتقوليها. محمد ان حظه في الحياه حظ قليل جدا. ومحمد ابوه في الحقيقه مش بيراعيه ولا بيجيب له اي حاجه خالص، وحظه في الحياه قليل جدا، هو وحيد يا شيخ، يا دكتور يا ووقع شيخ ويقع وحيد. وسيقع عليه نوع من انواع الظلم والافتراء والبهتان واشياء كثيره جدا في الحياه. اسال الله إن ربنا يسر الأمور ويقضي له الحوائج. يعني حاجات في الكون عظيمة جدا، الواحد لما يسمعها تشيب العقول. لما واحد يتصل بيك ويقول لك ده أنا أبويا ملياردير معاه مليارات، ولكن لا يصرف علي ولا يسأل فيه، وكأني أنا لست ابنه. وقيس على هذا المنوال أمور كثيرة جدا في الحياة. أسأل الله أن يحفظ جميع الأمة وأن يمن علينا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يمن علينا بحسن الخلق والسلوك الطيب الجميل، وأن يمن علينا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.